النتائج غير منصفة كما سمعت قبل قليل من بعض الأهالي. هل هناك أخطاء بتصحيح دفاتر الطلاب كما تحدثوا؟ هل هناك إشكالية معينة؟ مساء الخير، تحية طيبة لكم ولجمهوركم الكريم. طبعا بخصوص سؤال حضرتك عن هذا الموضوع، ابتداء طبعا يعني ما يؤسفنا جدا ان نسمع هكذا اخبار تتعلق ببعض الحالات المرضية او غيرها بالنسبة لطلبتنا، لان تعرف يعني جنابة ان وزارة التربية تعمل وفق آليات وقوانين وأنظمة وتشريعات ولجان متنوعة ومتفرعة، وبالتالي هناك تعقيد في قصة يعني التصحيح وغيرها، وكلها كانت وفقا لآليات شفافة وعادلة، وكانت هناك توجيهات لأجل دعم الطلبة والتلاميذ. قبل أيام يمكن كان هناك أيضا واحدة من القصص اللي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طالبة، وأخذها الوزير بنفسه، وبعد طبعا فتحت دفاتر تبين أن الوزارة حتى يعني ساعدتها بالدرجات. لكن الكلام بصراحة في هذا الوقت هو كلام مبكر، لأنه أولا إحنا الآن في مرحلة الاعتراضات، بإمكان أي طالب أن يقدم اعتراضه وأن يراجع درجته وأن يعني ينتظر الإجابة من وزارة التربية قبل أي شيء آخر. ثم لدينا دور ثاني، والدور الثاني مفتوح بالنسبة لطلبة الثالث الإعدادي، يعني ليس بدرس أو درسين مثل بقية المراحل الدراسية، إنما بإمكان الطالب أن يعيد بكل المواد، فضلا عن الطالب إذا كان في سنة الأولى، باعتبار أنه هذا العام هو آخر عام بإلغاء التنويع بالتعليم، بإمكانه أيضا أن يحمل المادة التي فيه أو لديه منها مشكلة، باعتبار هذا آخر عوامل التطبيقي والأحيائي. بالتالي الخيارات كثيرة ومتاحة، وإمكانية المراجعة أيضا متاحة. الوقت مبكر للحديث عن هكذا جزئيات. الأهم كما أكدنا لحضرتك أنه عمليات التدقيق التي رافقت الامتحانات، يعني المتابع كان يدرك تماما أنه في هذا العام حتى تأخرنا قليلا بإعلان النتائج، لأنه أجرينا يعني تدقيق، الوزارة أجرت تدقيق لأكثر يعني لأكثر من حالة ولأكثر من مرة. بالتالي اليوم معالي وزير التربية وجه شكرا وتقديرا للطوادر التربوية في عموم العراق على أدائهم بجميع الامتحانات، باعتبار أن الامتحانات في هذا العام كانت طبيعية ولم ترافقها أي جزئيات يعني مؤثرة. ما نسمعه من كلام بالإمكان طبعا مراجعته عبر الاعتراض الذي فتح بداية هذا الأسبوع وسيمتد إلى الأسبوع القادم، وكل طلبتنا هم بالنهاية أبنائنا، ونستوعب أحاديثهم وحرصهم وكذلك حرص عوائلهم الكريمة على هذا يعني الجهد الذي يبذلوه الآن لأجل أبنائهم ولأجل معرفة درجاتهم أو البحث عن درجاتهم. ولكن وزارة التربية أكدت في أكثر من مرة أنها مع حقوق الطلبة، وأنها لن تضيع حق طالب أدى بشكل جيد وأجاب الامتحان. نعم، نود أن نشكرك على هذه الإحاطة السيد كريم السيد، المتحدث باسم وزارة التربية عبر الهاتف. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.